السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى كلشي يكون احسن حال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا كتعرفوني تليفونات جدادين، مرحبا بكم فيديو جديد. اللي اول مره كيشوف هذه القناه طبعا ابوناو، خليونا واحد لايك، بارطاجيو الفيديو مع الصحاب والحباب. مرحبا بكم في ريفيو جديد. الريفيو اليوم الاخوان غيكون على التكنو سبارك جو 2023. كما كتشوفوا معايا هاد التليفون الاخوان فيه مميزات مزيونه، ديزاين مزيونه، فيه الثمن حتى هو مزيون. ركزوا معايا على هاد القضيه، الثمن حتى هو مزيون. سمعوني مزيان، الناس اللي عندها خدام كبار راه طبعا خصكم تليفون ماشي هاد الفئه متوسطه، خصكم تليفون حتى هو يكون بجوده عاليه من 2000 3000 درهم الفوق. والناس اللي باغا الواتساب، فيسبوك، اليوتيوب، اللي كتشوف هاي الفيديوز في السوشيال ميديا، يعني خدامكم هاد التليفون هذا. الناس اللي باغا تبدا في اليوتيوب فيديوز طبعا هذا خدامكم. المهم الثمن الاخوان 1000 درهم، 1000 درهم لا غلى على مسكين. المهم خليكم مع الفتح العلبه وغتعرفوا كل شيء، الباتري، كاميرات، كل شيء. تبارك الله عليكم، خليونا واحد لايك، بارطاجيو الفيديو، بداو ونبداو على بركه الله. الاخوان كما كتشوفوا معايا الهاتف مزيون، ونبداو فتح العلبه ديالنا كما كتشوفوا معايا. هانتو ما شوفوا التليفون ديالنا هو كما كتشوفوا مزيون الخوت، ديزاين فيه مزيونه، ديزاين فيه مزيونه. قبل ما نشوفوا الله العظيم الخوت، شوف واش سي خرج من هنا. هانتو شوفوا، شوف الديزاين ديالو مزيونه على شكل الايفون اللي لاحظتو. ما تشوف معايا، شوفوا القناه ديالو تاهما مخدومين على شكل الايفون، يعني هاتف مزيون يستحق الشراء كما كتشوف معايا. شو 64 جيجا، 4 في الرام، مزيون الاخوان 1000 درهم والله العظيم الا مزيان. وحاجه اخرى، اول مره نشوف تيبسي كما كتشوفوا، يعني هاد التليفونات هادو غالبا كيجيو ميكرو يو اس بي، ما كيجيوش شي تيبس. المهم بداو اول حاجه الاخوان هي هاد الكاميرات هادو، كيجيو على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، مدورين كبار، جوج كاميرات بسمه اللور كما كتشوفوا، بسمه كتجي في 1000 درهم فهمت. المهم كاينه فلاش، كاينه مربع الكاميرات في الكحل، كاينه الطهر كما كتشوفوا بلاستيك، كيجي مشرط، هادو ممكن تحيدوهم. كاينه هاد التكنو هادي كتجي على هاد الشكل هذا بالنسبه للطهر. كاين الاخوان هنا باف، هاد البلاصه ديال التيبسي اللي مزيانه بزاف. باش نفهمكم الناس اللي ما فاهمينش، هاد التيبسي هادي يعني كتخدم بزاف، ماشي فحال ميكرو يو اس بي دغيا كتخسر وتقدر هادي تضربكم 3 سنين، ويا اخرى تقدر تضرب غير 6 شهور 8 شهور على حسب تنعم. فهمتوا كيفاش كيجينا بلاصه فونيس ميكرو كما كتشوفوا معايا. كاينه هنايا الاخوان البلاصه ديال كراتي كما كتشوفوا معايا، كاين هنا الشكل يجي ديالو القناه، شو بحال الايفون. هنايا بوطونات كيجيو من هاد الجهه هادي كما كتشوفوا معايا، شو هنا الاخوان كيجينا فلاش واحد الباف هو، والكاميرا ديال سيلفي. هانتوما كيجيو هنايا، شو جوج كارتي وكارت ميموار. المهم هادشي اللي كاينه في هاد التليفون هذا. دابا نشوفوا العلبه اشنو فيها كما كتشوفوا الاخوان. هذا بالنسبه للكارانتي ديالو، كتجينا بوشيطه على هذا الشكل هذا كما كتشوف معايا، سيليكون كتجي بهذا الشكل هذا، كاين هذا الشكل هذا كتبين الكولور التليفون. كيجينا الكابل ديال الشحن الاخوان كما كتشوفوا تيبسي، شو ها هو. كيجينا راس الشحن الاخوان فيه 10 واط كما كتشوفوا معايا، وكاينه هذه الشوكه هذه اللي كتجبدوا بها كراتي. فونيس الاخوان ما كيجيوش كما كتشوفوا معايا، هادشي اللي كيجي. نوع التليفون الاخوان تيكنو سبارك جو 2023، كيجي الاخوان فيه 64 جيجا و 4 في الرام كما كتشوفوا معايا. ولا بغيتو تزيدوا 7 تكملوا 7 كتحيدوا من 64 وكتزيدوا في الرام كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للباتري الاخوان كتجي 5000 ملي امبير اللي هي مزيانه، يعني ما كت يعني باش تكونوا في القهوه فاتحين الويفي او لا في الدار، يعني ما كيهبطش الباتري دغيا، يعني كيدوز مور مامو 4000 5000 6000 هذه كامله مزيانه، 6000 و5000 مزيانه بزاف. بالنسبه للشاشه ديالو الاخوان كتجينا الحجم ديالها 6.6 اللي هي مزيانه. الكاميرا هذه الاخوان
كتجي 13 ميجا بيكسل. هاد القدام الاخوان كتجي فيها 3 ميجا بيكسل اللي هي ضعيفه الصراحه. وبالنسبه للمعالج ديالو الاخوان ميديا تيك هيليو ال 22، يعني المعالج ديالو الخوت يعني كيخدم التليفون مزيان، مهم جد متواضع. دابا غلط واحد الغلطه الاخوان، هذا ما فيه شي 4 في الرام، فيه 3 في الرام الاخوان كما كتشوف معايا. بعد الاخوان ما شفتوا وشرحتكم هذا الشيء، هذا غنشعلوا الهاتف ونتيستيوه مع بعضيتنا وتبارك الله عليكم. كنتمنى هذا الشرح ينال الاعجاب ديالكم صراحه، الله كتفرحوني. خلونا شي كومونتير، سولونا على اي حاجه. اكتيفو اللغه تشوف معايا، تشوف سويفو، راه شحال من واحد يقدر ما يعرفش اكتيفي هذا الشيء، هذا يقدر يعمل الجيميل، يقدر يعمل بزاف د الحوايج كما كتشوف معايا. المهم هذا الاكتيفاسيون خفيف ظريف كنوريكم، نحاول نزرف فيديو باش يجي ما يجيش طويل. كما كتشوفوا الاخوان التليفون ديالنا هو شعل. دابا شوفوا اول حاجه نمشيو للبارامتر كما كتشوف معايا. هانت اول حاجه تيستيو نسيت، هو عملوا ديك اللعبه دهيله، شوف خصو يجاوب بالزربه، الا كان ثقيل راه ما يخدمكمش الاخوان. المهم مشيو دابا كاميرات كما كتشوف معايا، انا كنتيستيكم مع في المحل الاخوان كما كتشوف معايا. دابا شوف واو الكاميرا ديالو والله الا مزيونه الاخوان صراحه الله. انت شوف شوفوا ناحيه الناس اللي باغا تصور، شوف شوف الكاميرا ديالو مزيانه الاخوان، شوفوا الكاميرا ديال القدام واو حتى هي مزيونه. شوف الاخوان الكاميرا القدام حتى هي مزيونه. شوف دابا الاخوان غنتيستيو الشاشه ديال الهاتف ديالنا ونشوفوا كيفاش غتجي، واش مزيونه ولا لا. كما كتشوفوا الاخوان الفيديو كيفاش كيبان، هانت الشاشه ديالو يعني حي الافلام او لا تفرجوا مثلا شي حاجه بحال هادشي فيديوز اش دي كما كتشوفوا، كتجي الصوره مزيونه. شوفوا واعره هانت، شوف الكليراج ديالها مزيون بزاف. هانت شوف الحوايج كيفاش كيبان. وكان هذا هو الفيديو الاخوان، كنتمنى ان الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه. شكرا لكم، تبارك الله عليكم.